السلام عليكم ورحمة الله. لم يأتي وفد نصارى نجران إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باحثا عن الحقيقة، وإنما أتى للجدال. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك تشتم صاحبنا؟ فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أقول؟ قالوا: تقول أنه عبد الله ورسوله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أجل، إنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنسانا قط بلا أب؟ إن كنت صادقا فأرنا مثله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فبهتوا، ثم قالوا: ألست تزعم أن عيسى روح الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقالوا: فحسبنا ذلك. وهذا هو منطق النصارى، يأخذون ما يحبون ويتركون ما يبغضون، ولكن مهلا، الحقيقة لا ترى بعين واحدة. فالنصارى يعلمون جيدا من كتبهم أن عيسى عبد الله ورسوله، فنجد في كتبهم أن عيسى صلى وسجد لله كما نسجد، وأن عيسى صام كما نصوم، ونظر إلى السماء ودعا كما نفعل. وفي كتبهم أيضا أن عيسى مرض وخاف وهرب كما نفعل. فتركوا كل تلك الآيات البينات الواضحات المحكمات، وتمسكوا بأن عيسى روح الله. ذاك باختصار هو موقفهم وطريقهم، وهو طريق كل زائغ. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله. آية المحكم والمتشابه في القرآن الكريم من الآيات اللي لازم نفهمها كويس ونتدبر في معانيها ونسقطها على الماضي وعلى الحاضر وعلى المستقبل، لأننا لو لم نتعلم جيدا الفرق بين الآية المحكمة والآية المتشابهة، قد يأتي إلينا شخص ويخرجنا من الطريق المستقيم إلى طريق الهوى والضلال والفتن. وحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق الضالة، وقال: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وعلشان نكون بإذن الله من الفرقة الناجية، لازم نسير على نفس الطريق وعلى نفس النهج في فهم الآيات المحكمة والمتشابهة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الله هو وحده الذي أنزل عليك القرآن يا محمد، منه آيات بينات واضحات ليس فيها إشكال ولا شبهة، هن أصل الكتاب. ومنه آيات أخر فيها لبس تحتمل بعض المعاني، فماذا نفعل؟ نرد المتشابه إلى المحكم. ودعونا الآن نأخذ بعض الأمثلة للآيات المحكمة والآيات المتشابهة.
لما نقرأ مثلا قل هو الله أحد، ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك أن الله واحد أحد، لا نظير له ولا مثيل ولا شبيه. وحين نقرأ ليس كمثله شيء، ماذا نفهم؟ نفهم من ذلك أنه لا يشبهه شيء من مخلوقاته في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقس على ذلك آيات كثيرة من الآيات المحكمة في القرآن الكريم. والآيات المحكمة هن أم الكتاب، أي هن أصل الكتاب، كالرأس للجسد وكالراية للجيش. أما الآيات المتشابهة فيها لبس تحتمل أكثر من معنى، كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، فيجب علينا لكي نفهمها أن نرد تلك الآية المتشابهة إلى الآية المحكمة وهي ليس كمثله شيء. وذات مرة سئل الإمام مالك عن معنى الرحمن على العرش استوى، فأطرق مليا ثم أجاب الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالإمام مالك قام برد المتشابه إلى المحكم، إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء. فهناك من الآيات المتشابهة آيات تتحدث عن الروح، وآيات تتحدث عن أهوال يوم القيامة، وآيات تتحدث عن نعيم الجنة وعذاب النار، وآيات تتحدث عن حقيقة الجن والملائكة، وآيات تتحدث عن الحروف المقطعة وغيرها. ولكن لماذا لم ينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم محكما كله؟ لماذا المتشابه؟ هو ابتلاء من الله، واختبار وامتحان للناس، وعلينا أن ننجح فيه. جزاكم الله خيرا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأصحاب القلوب المريضة الزائغة لسوء قصدهم يتبعون الآيات المتشابهات وحدها ويتركون الآيات المحكمات، وأحيانا أخرى يعكسون الأمور، فبدلا من رد المتشابه إلى المحكم يردون المحكم إلى المتشابه. وإن كانت الآية الكريمة قد نزلت في وفد نصارى نجران الذين تركوا المئات من الآيات المحكمات الدالة على أن عيسى عبد الله ورسوله، وتمسكوا فقط بأن عيسى روح الله، فإن تلك الآية تشير أيضا إلى كل كافر وزنديق وجاهل ومبتدع. ومع الأسف الشديد وعلى مر العصور طوائف من المسلمين زاغت قلوبهم عن الحق، تمسكوا بالمتشابه وتركوا المحكم أو ردوا المحكم إلى المتشابه. ولماذا نتطرق إلى تلك الفرق الضالة؟ ألا يكفينا أن نتمسك بطريق الحق والهدى؟ للنجاة لابد من معرفة طريق الحق والهدى لاتباعه، ومعرفة طرق الزيغ والهوى والضلال لاجتنابها. أدرك تلك الحقيقة الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان، وقال لنا كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وأول تلك الفرق فريق الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه، أخذوا بظواهر الآيات القرآنية التي فيها تكفير، وكفروا العديد من الصحابة، وقتلوا أيضا العديد من الصحابة. فظهر في مقابل فرقة الخوارج فرقة المرجئة، وقالوا للخوارج يا لكم من متطرفين سيئين، تكفرون المسلمين ولكننا على النقيض، لن نكفر أي مسلم. وقالوا الإيمان هو الكلمة، فمن قال لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان كإيمان جبريل وأبي بكر الصديق. ولكن تمهل قليلا، ماذا عن المنافقين؟ ماذا عن المسلمين الذين ارتدوا عن الإسلام وماتوا على كفرهم؟ ولكن أهل السنة والجماعة وسط في الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الأديان. فنحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن الإيمان قول وعمل،
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالمسلم مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ولا يخلد مسلم بكبيرته دون الشرك في النار. ثم ظهرت بعد ذلك فرقة أخرى ضالة تسمى الفرقة القدرية، الذين يقولون أن العبد هو من يخلق فعله، وبذلك يكونوا قد أنكروا قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فظهرت في مقابلهم فرقة أخرى تسمى الجبرية، الذين يقولون أن الإنسان مجبور على أقواله وأفعاله، وأنه لا إرادة له. ويأتي أهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين ويقولون: الله عز وجل خلق الأفعال وخلق الأعمال، وترك للعباد حرية الاختيار في الأمور الشرعية، وعليهم الإيمان بالأمور الكونية والقدرية. ثم ظهر فريق الروافض، الذين يكفرون معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم بذلك أنكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة. فلما ظهر الرافضة ظهر النواصب، الذين قالوا: إن كنتم تكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن سوف نكفر آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وصدق في كل تلك الفرق قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما أهل السنة والجماعة فقالوا: نتولى الصحابة ونتولى القرابة، نحب هؤلاء وهؤلاء ولا نفرق بين أحد منهم. فالحذر، كل الحذر من تلك الفرق الضالة الذين يثيرون الشبهات ليفتنوا الناس عن دينهم، فيأتون للبسطاء الذين لم يقرأوا تفسير ولا نحو ولا بلاغة، ويضلوهم عن الطريق المستقيم إلى طريق الزيغ والهوى، ويؤولون كلام الله على مذاهبهم الباطلة. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. جزاكم الله خيرا. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ولا يعلم حقيقة هذه الآيات المتشابهات إلا الله. فالآيات المتشابهات مما استأثر الله بعلمه وحقيقته. سئل الإمام مالك عن معنى قوله: الرحمن على العرش استوى، فمكث مليا يفكر، ثم أجاب: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فوجب علينا جميعا الوقوف على الآيات المتشابهة بالإيمان والتصديق دون خوض فيها. ولكن هل استأثر الله عز وجل بعلم جميع المتشابهات، أم أنه قد أفاض على بعض عباده كعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه بعلم المتشابهات؟
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وكيف لا يكون وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن هنا اختلف العلماء في محل الوقف إلى فريقين، فمنهم من يقف عند اسم الجلالة الله، وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه والحنفية، وبذلك يكون المعنى كما أسلفنا، ولا يعلم حقيقة الآيات المتشابهات إلا الله. ومنهم فريق آخر لا يقف عند اسم الجلالة الله، وهو قول عبد الله بن عباس والشافعية والإمام الطبري، وبذلك يصبح المعنى وما يعلم تأويل الآيات المتشابهات إلا الله والراسخون في العلم. سبحان الله، مجرد تغيير محل الوقف يعطي للآية الكريمة معنيين مختلفين. والراسخون والمتمكنون في العلم يقولون آمنا بهذا القرآن، فيسلمون ويسلمون. نسأل الله العظيم أن نكون من الراسخين في العلم الذين يسلمون بكل ما في القرآن ويسلمون، وألا يجعلنا من الزائغين الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. كل من عند ربنا لا شك فيه، نؤمن به وإن كنا لا نعلم حقيقته، فنؤمن بالروح ونؤمن بالجنة وما فيها من نعيم، ونؤمن بالنار وما فيها من عذاب. ولكن لا بد أن في الأمر حكمة. الحكمة هي تمييز وتمحيص المؤمنين من الذين في قلوبهم زيغ، وما يفهم ويعقل ويتدبر ذلك إلا أولو الألباب. وأولو الألباب هم أصحاب العقول السليمة والرزينة، وهذا ما يميز الإسلام، يعطي للعقل مساحة للتدبر والتفكر فيما هو محكم وما هو متشابه. جزاكم الله خيرا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.